لكن جو سوي فيير اللي عطيني اكسبيريونس كيما هكا باش نحكي لكم على الاكسبيريونس في فيه. والله العظيم نقطع التروتوار وقت نقطع التروتوار نلقى صوص شبط يستناو في الدار في الدار نتاع سوسه ناشنية حليت الديكو تاع جروب نصيحة الإمام مكتوب فيه بالجابوني مع المانجا جماعة فرحوا بينا وترشموا وقعدنا نحكي وعملنا برشا على شيء بصراحة هذيك. لكن أنا اللي حبيت نوصل له علاش تو بالحق عبيت تعرف هذا كان في الفن ولا تستحق العباد ما تلقى حد ما تلقى حد سبحان الله يا أخي زلنا نعملوا احنا ما زلنا ندخل كولتور هذه وزلنا نحبوا بيوت أنا تو نتخلص الكولتور هذه شنو وين نحب نوصل يا أخي ما تحب حتى حد فيكم ما يحبوش الحكاية أخي باز كل حد عنده طموح لا مش نحكي لكم في ساعه هذه عليها حكايه بربي لازوني عليها ليزيفينمون باش نحكي لكم في 19 مارس في سونتر كولتيغيل من زيرسيس ان شاء الله نلقاو كوسمانيا عنها كوسمانيا عباره على ايفينمون راهو باش يكون معناها فيرست اديشن تاعو وبالحق لمحه صغيره ما تحكروش لي فيرست اديشن باش نقول لكم علاش مش على خاطر كيما نقولوا كيك تيز صار في فيرست اديشن تاعو معناها سوبوزون تحت متوسط فهمتني لكن هي تبقى محاوله خليها الا محاوله ونحترموها مش ديك ليه صار فيه كيما نقولوا دي بروبليم ولا حاجه حس بربي حس نسبه تحميل انت غادي حسيت قلت لك ما تحقروش حكيت مع بيت شي بوزون يحسبوا في روحهم دي كوست بلايرز توانسه يحسبوا في روحهم دي كوست بلايرز توانسه خاطر احنا في تونس وصلنا عند مومون دوني كي واحد يعمل كوست بلاي ويتشهر والبجر بتاعه توصل فوق ال 1000 عبد ما عادش يحكي مع العباد ما عادش يحكي مع حد تبعت له مساج يخليك فيه وما يتلفتلكش جيت واحد بعث له ميساج قلت له اون طونك بوبليسيتي هو الفل ما نعمل حتى انا مانيش باش نتبع حتى حد قلت له فما كوسمانيا 19 مارس وفما كي تاكازي جو بونس لو 27 وفما ليزيفال مخري وفما انسان كي ستور في سوسة لا شوية حس شوية حس الولاد شوية حس لا 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 الولاد يسمعونا الله يبارك فيك الله يبارك فيك قلت لهم فما في انسان كي ستور الفيرست اديشن وكوس مانيا فيرست اديشن قعدوا يتمسخروا كيفاش فيرست اديشن انا باش نمشي نطيح قبل باش نمشي فيرست اديشن لو بربي سرقوني كان احنا ما نجوش بال 200 واحد في الفيرست اديشن كيفاش باش تكون السكند اديشن؟ ما تتعملش حاجه اخرى راهو على فكره انتوما انتوما في البنيه اي ايفينمون تنجحوا انتوما وتفشلوا انتوما من الاخر اي ايفينمون راهو اذا كانكم انتوما تمشي بوزيتيفمون في وسط ايفينمون راكم الايفينمون راهو اوتوماتيكمون باش ينجح يكون منظم ووقت كيف تسهلوا على الاورجانيزاتور وعلى الاورجانيزاسيون خاطر هو مش كيما باش يعدي نصف ساعه باش يركح الصفوف مش كيما باش يعدي اربع سوايع باش يقعد يركح في الصفوف احنا توما مازلنا نتعاركوا في الصف بلاش عندكم ليزيفينمون 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 عندنا 19 مارس في سوبر كولتيغال من زاسيس عندنا كوسمانيا كوسمانيا هو عبارة على باش يصير سوبوزون معرض نتاع دي كوست بلايرز باش يشوف فيه برشا ان شاء الله باش يشوف فيه برشا اللي حاس اني نعرفهم باش يشوف فيه برشا شكون فيكم شفت كوسمانيا؟ قلت كوسمانيا ل 19 مارس في السونتر كولتيرال من زاسيس انا قلت شكون يجي كوسمانيا واحد قال لي وين يجي اصاحبي كوسمانيا باش يكون فيه اصاحبي كوسمانيا باش يكون فيه كونكور تاع دونس كونكور كوسبلاي سولو وجروب وكونكور نتاع ديسا باش يجي فيه جروب نتاع ميتال باش يعمل فيه فري دانسينغ وفري تو بلاي فري فود راهي اسالي فري فود راهو كان بتاع حاجة راهو اسالي لا تبص خلال الجيم شتاك وخلال كوست في صعبة مزالك في صورة راهو فرست اديشن ولا فرست اديشن عندك كتاب كازي عندك كتاب كازي نظمته الجاي في بنزرت
وعم يومي داي يومي داي في صوت كنترال منزاسي هذوما اللي طلبوا مني الببليسيتي باش نعمل باهي حاجه اخرى من البروجرام بتاعنا اللي احنا حاطين موجودين في تونس يحبوا الانمي مش لازم نشاركوا تو اول مره سبريز وما يعرفوا حتى حد شوف شوف الحكايه راهي مهزوز الحكايه مهزوز خلينا نخدم عليها نخدم عليها باش نعمل ان شاء الله قناه في النساء اللي تعدي البروجرام بتاع الانمي إذا كان أني نجم نوفق ما بين الوقت نتاع هذا الكل أني نعمل شان ونعمل تحبوا عليه نتوما